بقى انا ما سالتش والنبي منوره الدنيا كلها. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. خش نورتي الدنيا. ثواني مين؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. استنى بس، امال الحاج فين؟ هو الحاج جه ورايا. اتفضلي على الموبايل. طيب ثانيه واحده بس اوسع لك بس طريق. ماشي اتفضلي اتفضلي. هو مين ده؟ ده بتاع بس ده بتاع القلمين. بصي هخش بس اجيب له الحساب واجي لك على طول. ماشي ماشي. ايه ده؟ شكله مش غريب عليا. اتأخرت ليه؟ ده هو احمد خطيبي. نهارك اسود. احمد ايه ده؟ انت طلعت بتاع قرابين؟ روعة. انت بتعمل ايه هنا؟ هو ايه اللي انا بعمل ايه هنا؟ انا عند صاحبتي. انت اللي بتعمل ايه؟ بيع انابيب؟ ده الحمد لله ان هي ما جاتش وشافت ان انت اصلا خطيبي. طب ايه ده؟ عرتني عرتني. لو طلعت هتبقى خلاص مصيبه سودة. طب ايه ده؟ وديني فرصه افهمك ولا اسمعيني؟ تفهمني ايه؟ بتاع انابيب يا معفن وفلح بس ان انت تاني داخل خارج عندنا وعامل فيها معرفش ايه. معفن؟ معفن. الفلوس فين؟ قلبت الدنيا. الحاج كان قال لي شايلها لك في الدنيا. لا اله الا الله. طاحن بس في المطبخ. انت ازاي اصلا طلعت كده؟ متشكر قوي يا ابني. ازيك يا روعه يا بنتي؟ ازيك يا حاج عامل ايه؟ عامله ايه انت؟ الحمد لله. شفت المصيبه اللي انا فيها؟ خير يا بنتي؟ في حاجه ولا ايه؟ انا احمد خطيبي طلع الشخص المحترم اللي قدامك ده اللي ماسك الانبوبه بيبيعها. يا بس يا حاج بعد اذنك ما تتكلمش، كملي قولي اللي عندك. عرتني عرتني. انا مش عارفه اقول ايه اصلا. هو مش عارفه انا هرجع لاهلي اقول لهم ايه. بقول لك ايه، انت ما تلزمنيش والخطوبه دي كلها ما تلزمنيش. هو انا عايز افهم بس، انت الشغلانه مزعلاكي فيا مش ليكي؟ كنت هعيشك زي ما انت عايشه في بيت اهلك. لا يا حبيبي انت كدبت اصلا. انت غشتني انا واهلي، غشيت ابويا وامي واهلي، ما قلتلناش على حقيقتك وان انت بتاع انابيب. وبعدين انا اصلا انا ما اتشرفش قدام عيالي ان ابوهم يبقى بتاع انابيب. يا روعه يا بنتي بعد اذنك ما تتكلمش. بقول لك ايه؟ تقول اللي عندها. بقول لك ايه يا احمد؟ النهايه الموضوع ده، تعالى ان شاء الله بالليل خد حاجتك. انا كل حاجتك من مديها لك، مش عايزه منك اي حاجه. للدرجه دي يعني بايع عشان خاطر عرفت ان انا بتاع انابيب؟ لا ده مستقبل. هو يعني ده بقى عيب وحرام وغلط؟ ما قلتش ان عيب ولا حرام. امال ايه؟ انا بقول لك ان انا ما يشرفنيش ده، ما يناسبنيش يا اخي. يعني انت مشكلتك ان انت ما يشرفكيش. لا مش عارف ان انا اجيب حته عيل ان هو يبقى ابوه بتاع انابيب. لا يا روعه يا بنتي. يا بابا والنبي بس، والنبي يا حاج افهمني، ده كذب عليا انا واهلي. انت فاهم حاجه كده؟ قال له شكرا جدا حساب الابوبه بس استاذنك بس طلب صغير تدخلها لي المطبخ. يا بنتي الحساب ايه؟ ايه يا بنتي؟ هو الراجل ده مش بتاع انابيب. ايه انا فاهمكم ايه اللي حصل. ده تقيله قوي الانبوبه دي. بقول لك حاجة. ايوه يا انا شايفك بدل كده بتحاول تشيلها ومش قادر. بالنقل. بيتك فين وانا اساعدك اروحها لك؟ لا يا ابني مش عايز اتعبك، مش لزوم. ما تقولش كده، انت في مقام والدي يعني. قول لي بس بيتك فين. كتر خيرك يا ابني، هو بيتي هنا. طب يلا يلا. ربنا يديك الصحة يا ابني. الحمد لله على نعمة الصحة. ادي الشباب ولا بلاش. ده كله اللي حصل يا بنتي. نهار اسود. يعني خطيبك دي ابن قصور. احمد 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 حقك عليا والنبي ما تزعل مني. انا الموضوع كله كان غلط في غلط بالنسبه لي. انا مره واحده لقيت ان انت جاي وبانبوبه، هعمل ايه؟ طيب حقك عليا. يعني انت لو اكتشفتي او جه عليا الزمن وبقيت بتاع انابيب او بتاع زباله او ايا كان، اكيد هتتخلي عني في ثانيه كده؟ لا طبعا، الموضوع كله في حاجه واحده بالنسبه لي. على فكره انا مش زعلان، انا مبسوط جدا ان كله ده حصل، ويمكن دي صدفه عشان تبينك على حقيقتك. استنى يا ابني استنى يا ابني، ما تخش الامور كده يا ابني. احمد بعد هي ممكن احمد بس ارجوك افهمني. ما فهمتش الموضوع يعني بجد يعني. معلش امسحها فيا انا يا ابني. يعني انت يا حاج ما كنتش واقف سامع الكلام؟ معلش يا ابني هي لسه صغيره ما تفهمش الكلام ده. يا احمد اعتبر اللي زي جماعه بعد اذنكم، انا الموضوع بالنسبه لي منتهي. انا مش امن على نفسي مع واحده زي دي. يا احمد انت فاهمني؟ انت صوت فهمي يا احمد. كام يا احمد؟ والله العظيم انا بالنسبه لي بس. وبالنسبه للحاجات اللي عندك اشبعي بيها، ما تلزمنيش. ومن النهارده كل واحد في حاله يا روعه. بعد اذنكم يا ابني استني. السلام عليكم. هيقول له حاجه؟ ما فهمتنيش ليه؟ ما فهمتنيش ليه يا حاج؟ انت غلطانه يا بنتي. انا غلطانه. انا حاولت افهمك، انت اللي مش موافقه.
انا حالته دلوقتي دي الحالة دلوقتي. على فكرة ابن خطيبك ده ابن اصول جدع وشهم. انا عايزاه، انا بحبه، اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حل ان انت تروحي تترجمي. يا حرام بالله، انا ابتدي انا السبب في كده. لا 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 يا حاج ما تقولش كده، ربنا يستر ان شاء الله. احمد احمد والنبي حقك عليا. انا قلت لك خلاص الموضوع منتهي بالنسبه لي. احمد انا مش هقدر ان انا ابعد عنك عشان خاطري، اديني فرصه. للاسف يا روى انا اترشيت فيك عشان خاطري. طب احمد احمد